गुजरांवाला से तशरीफ लाए जनाबे कारी उलकुर्रा फखरुलकुर्रा जनाबे कारी अदनान शफीक नूरपुरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे सामने तिलावत कुरान पाक पेश करें और तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। उससे पहले ज़र नारे से इनका इस्तकबाल भी करें और अपने जागने का सबूत भी दें। इंशाल्लाह मिस्र के मेहमान चंद लम्हों में हमारे दरमियान होंगे। नारे तकबीर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم
واصبر وما صبرك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن ذلك اليوم الحق فمن شاء
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه صدق الله العظيم. ما شاء الله، جزاك الله.